رحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل وعودة مرة أخرى للمحافظات، والنهاردة معانا محافظة من المحافظات المهمة وهي محافظة القليوبية. نتكلم فيها عن الشأن الزراعي وأيضا عن الشأن الخاص بالثروة الحيوانية. علشان كده يسعدني أن أرحب بضيفي الكريمين في هذه الفقرة، السيد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية. برحب بحضرتك حسن بيه. أهلا بكم مشاهدين. وأيضا أرحب بالدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية. برحب بحضرتك دكتورة أمل. الحقيقة أنا سعيد أنكم معايا النهاردة في هذه الفقرة عشان نتكلم بالتفصيل عن محافظة القليوبية، وكل اللي هنتكلم فيه الحقيقة يهم المزارع في القليوبية، وأيضا بعض الإرشادات أو يعني التوصيات ممكن يستفيد بها أي مزارع على مستوى الجمهورية. وطبعا التليفونات موجودة لأي اتصال تحت أمر حضراتكم. أبدأ بحضرتك باشمهندس حسن، نتكلم على المحاصيل الصيفية، يعني الموقف دلوقتي والاستعداد للموسم الشتوي. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، ومساء الخير على السادة المشاهدي قناة مصر الزراعية. بالنسبة للموسم الصيفي، احنا زرعنا في القليوبية حوالي 90,000 فدان ذرة شامي، المحصول الرئيسي في الصيفي، وزرعنا حوالي 7,000 أرز بالمخالفة. الحمد لله دخلنا موسم الصيفي موفرين 9,000 طن أسمدة، موفرين تقاوي عالية الإنتاج. بس حضرتك قلت لي زرعنا أرز بالمخالفة. بالمخالفة يا فندم. يعني كل الرز المزروع في القليوبية أرز بالمخالفة. القليوبية يعني مش احنا اللي زرعنا. لا يا فندم، المزارعين. المزارعين زرعوا بالمخالفة. زرعوا بالمخالفة. بالظبط. عند صدور قرار معالي وزير الري ومعالي محافظ القليوبية بمنع زراعة الرز بالقليوبية، عملنا حملات إرشادية عن طريق سيارة الإرشاد الزراعي والندوات على مستوى المراكز، ووعينا المزارع القليوبي ما تزرعش رز المحافظة على جودة التربة للأرض القليوبية. الأرض القليوبية التربة بتاعتها جيدة من الدرجة الأولى والثانية، فما ينفعش نزرع فيها رز. لما المزارع صمم زرع رز، المزارع اللي زرع رز أخطرنا وزارة الري الموارد المائية بالتعاون بيننا وبين الشرطة، وزنا بعض المشاتل عن طريق المبيد الكيماوي المتوفر بمعرفة وزارة الري أو الطريقة الميكانيكية من مع وزارة الري. المزارع صمم على الزراعة، زرع، ادينا له ارشادات لنمو المحصول، بقى امر واقع زرع. زرعنا حوالي 7,000 فدان. امر واقع لمخالفه يا باشمهندس حسن. فندم ما هو زرع 7,000 فدان. 7,000 فدان مخالفه. مخالف منزرع رز بالمخالفه في محافظه القليوبيه. خلاص بقى امر واقع، اتعاملنا معاهم وادينا حصر بالمساحات دي. على فكره اسمح لي. اتفضل. من الخطوره ان احنا نقول مخالفه وبقى امر واقع. المفروض يبقى يعني مخالفة تبقى غير موجودة. هو لكن 7,000 فدان مزروعين رز في القليوبية وانا اعتبره امر واقع واديله ارشادات واديله توصيات. ما هو الرز حضرتك اتزرع، ادينا الاسماء كلها لوزارة الري، حصلت المخالفة المقررة بالنسبة لوزارة الري، فخلاص وهو زرع. ووزارة الري بتحصل قيمة استهلاكه للمية. خلاص بقى الرز موجود، عملنا التنسيق مع قطاع الإرشاد ووزارة البيئة، مؤتمر موسع الأسبوع الماضي عن كيفية مكافحة الحرق المكشوف والسحابة السوداء القليوبية. دعينا قيادات وزارة البيئة. ما عادش في سحابة سوداء الحمد. ما عادش في سحابة سوداء. دعينا قيادات وزارة. على فكرة بقى لنا يمكن أربع خمس سنين يا فندم. بقى أربع خمس سنين الدنيا الحمد لله. لا أنا بكلم حضرتك على إحساس المواطن. يعني إحنا بصرف النظر عن الكلام نقول في سحابة سوداء أو ما فيش، المواطن هو اللي بيقول. بالظبط. إحنا كنا من خمس سنين أو كده كانت السحابة دي بتغطي بالزبط. القاهرة. بالذات في الفترة. دلوقتي الحمد لله إحنا كمواطنين مش حاسين بيها. علشان برضو ده يعتبر احد الانجازات المهمة. وحضرتك ده ما جاش من فراغ، جه بجهد. أيوة. بجهد شديد جدا من قيادات وزارة الزراعة ووزارة البيئة. والمزارع عارف قيمة القش، قيمة النواتج السنوية المحاصيل الزراعية او المخلفات الزراعية. بقى لها قيمة. احنا كنا بنتكلم دايما. نتكلم دايما. نتكلم على الموضوع ده واهمية قش الرز. قش الرز. انه ده قيمة مهمة قيمة جدا. ما تحرقش. السنة اللي فاتت وصل طن قش الرز ل 2000 جنيه. المكبوس والمفروم ل 2500، فالمزارع عرف قيمه القش رز، وده اثر يعني قلل من استخدام الاعلاف المركزه. المزارع عمل قش رز اعلاف
عملناه أسمدة عضوية كومبوست. مساحة الذرة عندي في القليوبية، المشكلة عندي مساحة الذرة 90,000 فدان. عملنا توعية إرشادية معمول منها 40,000 فدان سلاج بكوز وبدون كوز، ده قلل استخدام الأعلاف المركزة للثروة الحيوانية. فبدأنا موسم الصيفي الحمد لله ما كانش عندي مشكلة أسمدة واحدة. تمام. بدأنا الموسم الصيفي من بداية زراعة الذرة من 1/5، ادينا تعليمات السادة مدير الإدارة الزراعية إن الحصر يتم أول بأول من الجمعية، ثم الإدارة يعتمد ويروح للمزارع عشان يصرف المقررات السمادية كاملة، ودي الأول مرة بنصرف المقررات السمادية كاملة دفعة واحدة تخفيفا عشان في وفرة في وفرة وتخفيفا على إخواتنا المزارعين مزارعي القليوبية وفلاح القليوبية. خلصنا موسم الصيف الحمد لله في 15/9، ما عنديش مشكلة أسمدة واحدة الحمد لله. الحمد لله بفضل التعاون بين الأجهزة التنفيذية مع بعض. ودخلت موسم الشتوي عندي رصيد أسمدة 3000 طن على مستوى المحافظة. تمام. احنا قفلنا حضرتك الصرف في الموسم الصيفي 15/9 من يومين. وبدأنا الاستعداد للموسم الشتوي. تواصلت مع معهد المحاصيل الحقلية قسم القمح، وخدنا سياسة صنفية لتنزرع القمح. جبنا سياسة صنفية وتواصلنا مع الإدارة المركزية للإنتاج التقاوي وشركات إنتاج التقاوي عشان نوفر التقاوي لعالية الإنتاج للمزارع القليوب عشان القمح. القمح محصول استراتيجي وانا بزرع في القليوب. طيب يعني هنتكلم في النقطه دي والمساحه المتوقع زراعتها من القمح في القليوبيه، لكن خليني انتقل للدكتورة امل. عاوز بعد اذنك يا دكتورة امل اطمن على الثروه الحيوانيه في القليوبيه، اتفضلي. طبعا احنا الاول بنمسي على حضرتك وعلى مصر كلها، واحنا بنكون سعداء لما بنيجي قناه مصر الزراعيه. شرف لينا. ربنا يبارك في حضرتك. بالنسبه للثروه الحيوانيه في محافظه القليوبيه، طبعا فيها عدد كبير من الثروه الحيوانيه كثروه داجنه او كثروه حيوانيه في الابقار والجاموس الحيوانات تمام. الكبيره. طبعا في اجراءات بتتم للحفاظ على الثروه من حملات تحصين متتاليه ورا بعضها في الاوقات المحدده ليها، اللي هي قبل انخفاض من مستوى المناعي في الحيوان بتكون الحملة الثانية، اللي هي الحملات القومية لتحصين المواشي على مستوى الجمهورية. ده على مستوى الجمهورية بيتم في وقت واحد. طبعا دي وده بيحصل دكتور أمل لأول مرة، لازم نعترف الحقيقة. طبعا دي حقيقة. برضو ندي الدكتورة منى محرز نديها حقها دي حقيقة في هذا الموضوع. دي حقيقة كانت الأول كل محافظة بتحط برنامج لها. بالظبط. فأنا النهاردة بحصن مستوى المناعي ممكن يبقى عندي عالي، محافظة جنبي بتدخل حيوانات في أسواق عندي بتمر عندي، فبيبقى المستويات المناعية عندها ضعيفة، ممكن أي تحصينات حتى في فترة التحصين لو الحيوان مثلا داخل بمناعة ضعيفة ممكن يصاب. فطبعا لما بنكون بنحصل على مستوى الجمهورية في وقت واحد بتبقى مستويات المناعية عالية بتديني، ولذلك الفترة اللي احنا فيها حاليا الحمد لله وبنحمد ربنا طبعا مجهود وزارة الزراعة معالي الدكتورة منى المديريات كلها الوضع أحسن ومجهودكم بكتير. يا دكتورة أمل الحمد لله مجهودكم الحقيقة. أنا دايما بحيي الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، ودايما بقول الطبيب البيطري ده جندي مجهول بصراحة. تمام. تمام. وهو خط الدفاع الأول للحفاظ على صحة المواطن المصري. تمام. لأنه هو اللي بيراقب المنتج الحيواني، بيراقب اللحوم، المجازر، حالات الجزارة، المنتجات في سواء المحلات وخلافه، فهو رقم واحد الحقيقة في الحفاظ على صحة المواطن. كل التحية لكل الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، لأن الحقيقة هم بيقوموا بدور كبير جدا رغم قلة عددهم ورغم الصعوبة اللي هم يعني البيئة اللي هم بيشتغلوا فيها، لكن الحقيقة بنوجه لهم كل التحية. وده حقيقي، واحنا كمان دايما في كل اجتماعاتي بوجه لهم هم التحية، ولما بنكون محصنين بوجه التحية للمهندسين الزراعيين أكيد. عشان ما يزعلوش أكيد. دكتور أمل اعملي معروف. طبعا في تعاون بيننا وبين الزراعة طبعا. عدد المهندسين الزراعيين الحقيقة قل كتير جدا في مديريات الزراعة، وأنا أعلم إن ممكن يبقى مهندس زراعي مسؤول عن أكتر من جمعية. بالزبط. أنا أعلم هذا جيدا. برضو عليهم ضغط كبير وقايمين بدور كبير جدا للحفاظ على الأرض الزراعية، وبالذات موضوع التعدي على الأراضي الزراعية اللي هنتكلم عليه بالتفصيل. اتفضلي يا دكتورة. بالنسبة للأطباء زي سيادتك ما قلت في الوحدات طبعا لهم كل الشكر والتقدير، وفي أي اجتماع احنا بنوجه لهم الشكر والتقدير، لأن العدد اللي احنا بنقوم بتحصينه على مستوى القليوبية بنعدي 80% في التحصين كتغطية، 80% من نسبة التعداد اللي موجود عندي، ده اللي عامله الأطباء، ومش بيبقى ده الشغل الوحيد بتاعهم، شغل رعاية وعلاج بالوحدات، تلقيح اصطناعي، رعاية تناسلية، يعني مسح تناسلي، بروسيلا
مسح للبروسيلا ومسح للدرن، تحصين للبروسيلا، كل ده بيقوم بيه طبيب الوحده. ففعلا لحضرتك يعني احنا بنشكرك، احنا بنشكرك على توجيهك ليهم الشكر. طيب طبعا خلينا ناخد سعد من القليوبيه. الو الو يا باشا، اهلا وسهلا. سعادتك انا عندي ارض فقاها الويه. ارض ايه؟ فقاها. فقاها اه، مالها الارض؟ اتفضل. ممنوع تماما النقاها كلها ينزلها فيها اي لا فيه. الصوت بعيد، الصوت بعيد يا اخ سعد. انا معاك يا باشا، انا سامعك. اتفضل. انا سامعك من قافل التلفزيون. ممنوع تماما زراعه اي ارض اي رز فقاها. هو مش فقاها بس، هو في الأليوبية كلها، يعني هو في كل محافظات مصر ممنوع الزراعة إلا في بعض المحافظات الحدودية المواجهة للبحر الأبيض المتوسط. يعني دي قاعدة معروفة، واللي بيحدد المساحات دي وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لكن ممنوع زراعة الرز في أي محافظة. أنا كمواطن. ألو. اتفضل. أنا كمواطن عندي أولاد. والرز بالنسبه لي يعتبر غموس وعيش. معظمنا رز فدان اكله انا وعيالي. انا ما عنديش مصدر دخل عشان اشتري كل يوم رز بالدكان. انا دي زي الذره. هو انت يا اخ سعد لما تزرع رز مش هتتكلف يعني؟ هتكلف يعني هتكلف. طيب شوف يا فندم، شوف يا فندم وعيالي. طيب علشان بس الوقت، علشان الوقت، احنا يا جماعه زي ما احنا متعودين وانا دايما بقول في البرنامج، المصلحه العامه تغلب على المصلحه الخاصه. اذا كان من مصلحتك انت الشخصيه انك انت تزرع رز علشان يبقى عندك واستهلاكك وكده، لكن اذا كانت زراعه الرز هتاثر على الارض الزراعيه ده ممنوع. انا مش شخص، ودوت احنا احنا مواطنين كتير هناكل منين؟ طيب احنا مواطنين كتير هناكل منين؟ بنشكرك يا اخ سعد. معانا طارق من القليوبيه. الو. الو. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك بتقول لي ان زراعه الرز بقول لك فيه 70 فدان مخلفين. 7000. 7000 فدان مخلفين. هو بيقول لي ان انا معتمد كل اكتر القليوبيه معتمده على المياه الجوفيه. فين الميه اللي في الترعه او في الصرف او في ما عندناش ميه خالص. اروح احاسب وزاره الري، اروح اشيل غرامات. طب انت مش موفر لنا الرز، انت مش موفر لي الرز. الرز بيجي لنا من اقرب مكان من الشرقيه كيلو ب 12 جنيه جنب مني. الحكومه تحل لي المشكله ديت، انا ما ازرعش رز. طيب حاضر اخ طارق، انا يعني الباشمهندس حسن هيرد عليك وانا كمان هرد عليك. بنشكرك يا طارق. يعني ارجو ان احنا جميعا نلتزم باللوائح والقوانين. لو سيبنا كل مواطن يعمل اللي هو عاوزه ما بقتش دوله. بقت الدنيا فوضى، كل مزارع يزرع اللي هو عاوزه بالمخالفه للوائح والقوانين، ده ما ينفعش، ده ما ينفعش، خلينا نعترف بده. اما قصه بقى ان انا بزرع رز على مياه جوفيه، لازم نكون عارفين كويس جدا ان المقنن المائي اللي بتحسبه وزاره الموارد المائيه وراي هو المورد اللي جاي لي من نهر النيل، وايضا داخل فيه المياه الجوفيه. المياه الجوفيه دي ملك الاجيال القادمه. مش معنى كده ان انا بزرع بالمياه الجوفيه يعني تبقى العمليه، لا، هي برضه كل ده داخل ضمن المقنن المائي. اتفضل يا باشمهندس. حضرتك القليوبيه مش من النهارده. القليوبيه ممنوع فيها زراعه الرز على مر السنين. لما المزارع القليوبي صدر قرار زي ما قلت في السابق، وزير الري والموارد المائيه ومعالي المحافظ القليوبيه نشرنا الكلام ده وقلنا المزارع القليوبي ما تزرعش رز عشان تحافظ على جودة الأرض الزراعية. القليوبية محافظة خضار، هي سلة غذاء القاهرة. فالمحافظ المزارع لو كسبنا كل مزارع يزرع الحاجة اللي هو عاوزها بدون التزام باللوائح والقانون مش هتبقى دولة زي ما عليك قلت. ولازم المزارع يلتزم بالقوانين الموجودة والقرارات الوزارية اللي بتحدد زراعات الأرز في المناطق من عدمها. ده للمحافظة على خصوبة التربة، للمحافظة على المياه الجوفية. هي المياه الجوفية دي ما هي ملك الدولة، ما نقدرش
يبقى في سحب جائر للمياه الجوفيه هتاثر على المياه الجوفيه في الاجيال القادمه. طبعا ولازم بتصريح من وزاره ولازم بتصريح من وزاره الموارد المائيه. فندم زراعه الرز يا جماعه في بعض الاراضي تضرها وفي بعض الاراضي الاخرى هي مفيده ليها. لازم ازرع الرز اللي هي الاراضي المواجهه للبحر الابيض عشان املع امنع التصحر وامنع زياده الملوحه بالنسبه لهذه المناطق. ده مهم جدا. معانا سيد من الجيزه. الو. ايوه السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك سيد حمود، انا قبل الفلاحين باللوحات البحريه. اهلا وسهلا يا اخ سيد. اهلا بيك يا باشا. بالنسبه لتقنين الاراضي الزراعيه، احنا مستلمين من الهيئه مشروعات بالستينات. من 85 مستلمين الارض حتى دلوقتي. الهيئه ما قننتلاش ولا بعت لنا. المحافظه تقول تبع الهيئه والهيئه تقول دونكو ما جاش، فمش عارفين نقنن الارض باي وضع. الموضوع ده بقى له قد ايه يا اخ سيد؟ الموضوع ده احنا مستلمين الارض من 85 يا باشا. ورحت للبنك. هل دفعت رسوم معينه للهيئه من اجل التقنين؟ نعم. دفعت رسوم معينه للهيئه من اجل التقنين؟ لا، دفعنا حق الشعب. حق الشعب؟ بالقانون الجديد 48 وبعد وبعد كده المحافظه انتوا تبع الهيئه لانكم مشروعات الهيئه. فمش عارفين بالظبط الوضع. هل كل الاراضي في الواحات كده ولا بعض المناطق بعينها؟ لا، منطقه اللي هي استصلاحات الهيئه بعهد الجمال عبد الناصر. احد مشروعات الهيئه. حاضر يا اخ سيد. تمام، حاضر. طيب سيب بياناتك في كنترول وهنتواصل مع المسؤولين في الهيئه ونشوف القصه دي. الارض ما هو ما ينفعش المواطن عاوز يقنن، عاوز يمشي صح، عاوز يتبع القوانين واللوائح، وبعدين يجي الهيئه تقول له لا، يروح للمحافظه تقول له دي تبعنا، الهيئه دي تبعنا. طب وبعدين؟ طب ما هو احنا عاوزين يعني نستقر على وضع معين، يعني تبع الهيئه يقنن، تبع المحافظه يقنن، هو ما عندوش مانع. لكن مش اروح هنا يقول له لا دي تبعنا وهنا لا دي مش تبعنا، تبع الجهه الثانيه. الكلام ده ما ينفعش دلوقتي يا جماعه، ما ينفعش. بشكرك جدا يا اخ سيد. طيب انتقل مره ثانيه لحضرتك يا دكتوره امل. بالنسبه للامراض الوبائيه في القلوبيه، احنا طبعا داخلين على فصل الشتاء. تمام. ويمكن الحمد لله الفتره اللي فاتت حتى الشتاء اللي فات احنا كنا ملاحظين ان الامراض الوبائيه اللي بتصيب الثروه الحيوانيه كانت قليله جدا. الحمد لله. زي الحمى القلعيه والجلد العقدي وانفلونزا الطيور. انفلونزا الطيور، تمام. احنا دلوقتي داخلين على فصل الشتاء. اكيد الحملات القوميه للتحصين اللي فاتت تمام. مهمه جدا، لان هي بترفع المستوى المناعي للحيوان بحيث نقدر في فصل الشتاء ما يبقاش في عندنا مشكله. تمام. هل في حملات قوميه قريبه او اخر حمله كانت امتى؟ هو احنا السنه دي في 2019 في حملتين قوميتين، كانت في واحده في 2 واحده في 6 للحمى القلعيه، كان في واحده في 3 للجلد العقدي. وفي واحده شغالين في حاليا اللي هي طاعون المقترات الصغيره. يعني في حملات فعلا مستمره، وفي حمله بعدها على طول ضد الجلد العقدي لان بنحصن كل 6 شهور. وهيبقى ان شاء الله بعدها برده حمى قلعيه. يعني هي متواصله كله في ميعاده، بحيث ان شاء الله حاليا في المحافظات الابلاغ عن اي حالات فيها اشتباه ما فيش خالص. يعني احنا في متابعه، في فريق بينزل تقصي وبائي اثناء الحمله نفسها. فريق الابيديميولوجي ده بينزل يمسح مع حمله التحصين. لو اي حاله وبائيه بتقابله بيبلغنا عنها. بالنسبه لانفلونزا الطيور، في عندنا اشراف على جميع المزارع اللي على مستوى القلوبيه. يعني حاليا انا عندي 2000 مزرعه يعتبروا بيشتغلوا، سواء فيها بياض او تسمين او امهات او حضانات، دي موجوده عندي في القلوبيه وشغاله. تعتبر القلوبيه حاليا لحد النهاردة عاملة 1612 عينة، تعتبر هي رقم واحد على مستوى الجمهورية كلها في عدد العينات اللي بيتم أخذها من المزارع الطيور وفحصها في معهد بحوث صحة الحيوان. والحمد لله كلها سلبي، وبتتاخد علشان سلامة الطيور اللي هيتم عرضها بعد كده في الأسواق. يعني احنا بنطمن على الطيور قبل ما تروح مجازر، قبل ما يتم عرضها للطيور والحيوانات. لا ده كمان انا بتكلم على موضوع انفلونزا الطيور. بالنسبه لكم العينات دي للتاكد من خلوها من انفلونزا الطيور قبل عرضها في الاسواق. فالحمد لله. يعني وعلشان كده احنا بنناشد المواطنين ان هم ما يشتروش الطيور من محلات اللي بتبيع الطيور الحيه. لا طبعا. ليه بقى؟ لان عند حد هقول لحضرتك على حاجه. الحاجه لما بتروح المجزر تبقى اصلا واخده عينه خاليه من انفلونزا الطيور، بتتم لها قبل ما تروح المجزر. وفي المجزر بتتم ذبحها تحت اجراءات سليمه بحيث طبيب بيطري. طبعا ده في تحت الاشراف الطب البيطري. عشان ناخد بالنا من الكلام ده. الناس اللي بتقول لك
انا عاوز الفرخه كده صاحيه من عند الفرارجي واشتريها. لا، وبتبقى في منها المبرد علشان لو حد حابب ياخدها فريش يعني، وفي منها المجمد يعني بتبقى موجوده بحاله مبرد ومجمد. دي كلها بيتم توفيرها. وطبعا العينات زي ما قلت لسيادتك بالنسبه لمحافظه القليوبيه تعتبر رقم واحد على مستوى الجمهوريه كلها في عدد العينات اللي بتتم فيها فحص الطيور قبل البيع. تمام. مدى اقبال المربي على الحملات الخاصه بالتحصين يعني احنا كل فتره المربي عرف اهميه التحصين ولا لا؟ تمام. هو كل فتره بيبقى الاقبال احسن. يعني المربي بيحس فعلا ان سلامه الحيوانات بتاعته لما حصن اتاكد له ان احنا بالحملات التحصين الوضع بقى احسن، بقت سلامه المواشي عنده بحاله احسن، فبدا هو من نفسه بيقبل عليها. وبنبقى واحنا بنحصن في خلال الحمله بننبه عن الحمله اللي جايه، لو سواء كانت حمى كلعيه او جلد عقدي بنقول لهم ان شاء الله تشاركوا فيها، سواء لو كان جلد عقدي بالابقار والاغنام او لو كان حمى كلعيه بتخص كل المواشي. وبالنسبه لموضوع التسجيل والترقيم، ايوه دوام برضو بيتم على مستوى حلو جدا، على مستوى حلو جدا ان شاء الله مع التحصين. في كل حمله قربنا ان شاء الله باذن الله يكون عندنا التعداد الحقيقي شاملة. التعداد الحقيقي تمام. باذن الله ان شاء الله. طيب معانا كرم من القليوبيه. الو. ايوه يا باشا. اهلا وسهلا، اتفضل. ازيك يا باشا؟ اتفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. دلوقتي احنا عندنا ارض وضع يد من ستينات وبيطلع الايجار الايراد ب 50 جنيه في السنه. بيطلبونا ايجار 2019 الايراد ب 700 جنيه. يعني الفدان ب 16800. هي الارض دي ملك مين؟ ملك الري. ملك الري. فكانوا بياخدوا مننا ايجار ب 50 جنيه في الايراد. يعني الفدان ب 1200 جنيه. تمام. دلوقتي بيطلبونا ب 16800 للفدان، يعني الإيراد ب 700 جنيه. من 50 لحظة بس، من 50 ل 700؟ اه والله، بقول لك القرار رقم 280 لسنة 2019. طبعا الضرائب العقارية مخولة بتحصيل الإيجارات. فالصراف كل شوية عمال يجي يخبط. حضرتك يا أخ كرم تقصد الأراضي اللي هي طرح النهر؟ طرح النهر يا فندم. طرح النهر منافع. تمام. وضع يد. فطبعا عمال يطالبونا بالايجار، فيعني احنا يعني طيب يا اخي كرم بعد اذنك، هل ده تم بدون انذار مسبق؟ ما فيش انذار ولا اي حاجه، احنا فوجئنا ان الصراف جاي يحصل مننا الفلوس. لا، بدون انذار ولا خطابات ولا اشعارات ولا اي حاجه؟ ولا اي حاجه، هو الصراف جاي بيخبط على البيوت، احنا عاوزين نحصل الايجار. هل حصل قد ايه؟ قالوا ايه؟ 16800. يعني الفدان هيجيب 16800، امال هيتكلف كام؟ فطبعا دي حرام قوي، يعني 15 ضعف زياده، 15 ضعف. وبعدين المساحات مفتته، اللي عنده نص فدان، اللي عنده ثلاث عريض، اللي عنده فدان. ايوه انا عارف، انا عارف مساحات قليله، انا عارف. هم 28 فدان في بلد اسمها اشنيت، مركز كفر سوق، محافظه القليوبيه. طيب حضرتك دي حاجه كبيره قوي يا دكتور. طبعا طبعا، ده غير مقبول بصراحه، ده غير يعني مقبول. انا اتفهم، انا اتفهم الوضع، وزاره الموارد المائيه والري عاوزه ترفع القيمه الايجاريه ترفعها، لكن لازم انزل المواطن، انزل الفلاح ده اقول له انا القيمه هتبقى كذا، موافق ولا مش موافق. لكن الامور القهريه القصريه دي ان انا اجي اخبط واقول له انا عاوز بدل ما كان 50 بقى 700، ده كلام غير مقبول على الاطلاق. يعني هو مش كفايه الغلاء اللي الناس فيه والاسعار المرتفعه وضغوط الحياه، ايجار الايراد من 50 ل 700؟ طب يا سيدي 50 خليه 100، يعني خليه الضعف، خليه ضعفين. 80 لسنه 2019. لا ده كلام غير مقبول يا اخ كرم، يعني ارجوك سيب بياناتك، وانا معايا المهندس حسن زايد هيتولى الموضوع ده ويتواصل مع الاجهزه المعنيه في وزاره الموارد المائيه والري ويقول لنا ايه اللي تم. بشكرك يا اخ كرم. بشكرك. احنا بنشكرك. هتواصل مع كلام غير مقبول السيد المهندس، كلام غير مقبول، وكيل وزاره الري. واشوف ونشوف وجهه النظر الاخرى. يعني هو الحاج كرم قال وجهه نظره، وارد يكون وزاره الري بعت اكثر من انذار، وارد. فهتواصل مع مهندس وزاره الري. انا بتكلم على الكلام اللي بيقوله على الهواء بالظبط. هو الحاج كرم اذا كان ده صحيح غير مقبول، كان صحيح. هنتواصل مع السيد وكيل وزاره الري بالقليوبيه واشوف الموضوع ده، والحاج كرم يجي مكتبي يتفضل وحصل الموضوع ده. بس نسمع وجهه النظر الاخرى،
للسيد وكيل وزاره الري برضه الزياده مبالغ فيها يعني يمكن من 50 ل 700 يعني يا دكتور ممكن ما تبقاش ممكن ما تبقاش السنه دي كده ممكن بقى لها كام سنه بتدفع ما اصل مش ممكن هيرفعها من 50 ل 700 مره اكيد فيه مرت بمراحل ارتفاع والنهارده القيمه الايجاريه غليت في كل الاراضي مش في طرح النهر بس فنشوف وجهه النظر الاخرى للسيد وكيل وزاره الري ده مهم علشان تمام. احنا يهمنا في المقام الاول المواطن وبعدين دي مساحات بسيطه يعني اللي واخد قرارات اللي واخد قرارتين اللي واخد ثلاث قرارات برضه نسمع وجهه نظر اخرى للسيد وكيل وزاره يعني اتمنى حضرتك تتواصل معاه هتواصل معاه والحاج كرمي يجي مكتبي مكتب وكيل وزاره الزراعه بالقليوبيه وان شاء الله نحل له مشكلته ويا ريت تبلغنا ايه اللي تم علشان اعلن ده على الهواء ان شاء الله اذا عشنا يوم الاربعاء يا فندم انا هتواصل بكره مع وكيل وزاره الري ان شاء الله واقول له وابلغ سعادتك ايه اللي تم ان شاء الله ضروري لان اكيد قضيه يعني بتهم عدد كبير من المشاهدين من المزارعين الاسواق يا دكتوره امل ازاي بتتحكموا فيها في عمليات التحصين تمام لانه طبعا انا عارف انه التحصين بالنسبه لكم الحقيقه وده برضو مجهود كبير جدا تشكر عليه مديريات الطب البيطري انه التحصين مش زي الاول بقى دلوقتي لا الفرق بتتحرك من باب لباب صح ولا تمام. لا بيروحوا يخبطوا كده على المربي ويحصنوا المواشي طب الاسواق بنعمل فيها هو برضو بالنسبه لفرق التحصين بيبقى دايما برضو في يعني لجنه مركزيه بحيث اي حد نفقده اثناء المرور والتحصين في البيوت بيروح لاقرب للجنه المركزيه بنعلن عنها انها جنب الجامع الفلاني جنب الوحده المحليه جنب الوحده الزراعيه ده مكان مهم جدا بالنسبه لسيادتك السؤال الثاني اللي هو بخصوص معلش نسيت الاسواق بالنسبه للاسواق عندنا في محافظه القليوبيه اسواق المواشي عندي 5 اسواق بيتم فيهم التحصين الخمسه كل واحد تبع العدد اللي جواه يعني سوق مثلا بنها بيبقى معدي فيه اكتر من 1000 حيوان سوق القليوب 300 تقريبا وسوق مثلا كفر شكر بيبقى حوالي 100 حته بس فكل واحد تبع المكان اللي فيه بنطلع لجنه تكون مناسبه للمكان للعدد الموجود وبيبقى معانا تعاون من الوحده المحليه والجهات الامنيه بيساعدونا فعلا في عمليه التحصين والتسجيل والترقيم ده مهم بتم في الاسواق ده نجاح في حد ذاته ده ما كانش لفتره كبيره طبعا بيتم طبعا ده مهم لفتره كبيره كان ما بقاش فيه تحصين في الاسواق برضو في مرور على اسواق الدواجن وتسحب عينات منها للتاكد من خلوها من خلو الطيور المعروضه اللي هي حتى كمان من التربيه المنزليه من خلوها من انفلونزا الطيور تاكد دايما من وجود العترات العتره الهين الموجوده ثابته وموجوده اي شيء يستجد ففي متابعه كمان على اسواق الدواجن هل في كنترول على الحيوانات الداخله او الخارجه للمحافظه هو في طبعا معالي المحافظ ادى توجيهات للجهات الامنيه في المناطق اللي فيها كمائن ان اي حيوانات بتمر بيبلغنا لو ما كانش مسجل او مرقم ان احنا بنروح وبنبص على الحيوانات دي وبنسجلها وبنرقمها ومع الجهات الامنيه كل ارقام التليفونات لمدير الادارات اللي يتبع لها المكان ده بحيث انه بيبلغ بتجيله لجنه بسرعه وبتشوف الحيوانات الموجوده وبتسجل وترقمها ولو ما كانتش محصنه بنحصنها الاستعداد للموسم الشتوي يا باشمهندس حسن المساحه المتوقعه زراعتها من القمح ان شاء الله ان شاء الله احنا الالويه بتزرع في حدود من 50 ل 55 الف فدان قمح بدانا الاستعداد لموسم الشتوي بعد قفل موسم توزيع الاسمده في الصيفي الحمد لله النهارده انا عندي في المخازن 3450 طن اسمده بخزنهم غير البرنامج الشهري اللي بيجي فان شاء الله هيخش موسم الشتوي وانا عندي اسمده تكفي بالنسبه للدار الاسمده بالنسبه للتقاوي تواصلت مع معهد المحاصيل الحقليه قسم بحوث القمح وخدت سياسه صنفيه للاصناف اللي هتزرع بمحافظه القليوبيه تواصلت مع الاداره المركزيه لانتاج التقاوي وشركات انتاج التقاوي عشان اوفر لمزارع القليوبيه تقاوي مصدر موثوق فيها وبحط التقاوي في ادارات الارشاد في الادارات الزراعيه في جمعيات فبوفر التقاوي القمح لمساحه المتوقع زراعتها قمح ده بالنسبه للقمح بالنسبه للبرسيم انا برضه بزرع في حدود من 35 ل 40 الف فدان برسيم تواصلت مع طيب قبل ما نسيب القمح انا هتكلم على الندوات الارشاديه والحملات القوميه بالنسبه لهذا المحصول بس خلينا ناخد الحاج احمد من القليوبيه الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله عندنا مشكله في محافظه القليوبيه طبعا محافظه القليوبيه قريه ابو الزعبل البلد اتفضل ميه الصرف يعني الميه الترعه المفروض ميه نظيفه الصرف معديه نفق رشاح بيزيد بكل الترعه بتشرب ميه وحشه
معديه كوبري رباطه، هي معديه كوبري رباطه يعني المصريه المصريه. الموضوع مش واضح يا حاج احمد بعد اذنك، يعني ايه المشكله؟ المشكله ان الميه بترعى الميه البحريه، المفروض ميه بحري. دلوقتي هي الترعى كلها عباره عن ميه رشاح. صرف يعني ولا ايه؟ ميه صرف. معديه. هي مركبين مواسير مكسوره معديه الترعى دي ميه وميه صرف. الترعى دي فين؟ الترعى دي فين يا حاج احمد؟ الترعى ابو زعب جنب مجمع مدارس ابو زعب. اسمها ايه؟ ترعه ايه؟ اللهم صل على النبي. طب يا حاج احمد بعد اذنك سيب بياناتك في الكنترول، والباشمهندس حسن هياخد تليفونك ويتواصل معاك، يعرف القصه بالظبط والمشكله، ويتواصل مع السيد وكيل وزاره الري. واضح ان احنا النهارده عندنا مشاكل، يعني معظم المشاكل خاصه بالري. يبقى احنا انا كده مطمن. ارجع معلش. توقفنا عند القمح. في حمله قوميه. الحملات القوميه، حمله قوميه القمح. مجرد ما نبدا من 1/10 الحمله القوميه القمح، هنعمل تدريب للاخصائيين والمرشدين على مستوى المحافظه بالتعاون مع قسم بحوث القمح، ثم نعمل ندوات على مستوى المراكز لتوعيه المزارع بالصنف المناسب للارض طبقا للسياسه الصنفيه اللي بتحددها معهد المحاصيل. وبنختار الحقول الارشاديه، في حقول ارشاديه بتزرع تبع الحمله القوميه القمح، في عند زراع عشان يجرب التوصيات الفنيه وايه الحاجات الجديده اللي بيعملها المزارع الايوبي. نشرنا الحقول الارشاديه وزراعة على المصاطب. سيادتك كم حقل ارشادي في الايوبي؟ السنه اللي فاتت كان 80 حقل ارشادي، والسنه دي لا لسه ما جاتلناش الخطه. يعني المفروض تزيد. المفروض هتبقى فوق ال 100. 100 حقل ارشادي متوزعين على المراكز. كل حقل ارشادي بنختار عند صغار المزارعين عشان نجرب الاصناف الجديده. نجرب طرق الزراعه الجديده اللي هي زراعه على المصاطب، واتنشرت فكره الزراعه على المصاطب لفوائدها المتعدده. بتقلل استخدام التقاوي، بتراشد استخدام الميه، بتسهل مقاومه الحشائش، بتمنع الرقاب. فالحقول الارشاديه جايبه نتائج جيده، ومتوسط الحقول الارشاديه بيبقى اعلى دايما للمزارع، بيطبق كل التوصيات الفنيه اللي بيقولها الباحث القمح مع المهندس الزراعي او المرشد الزراعي. تمام. ده مهم قوي، مهم قوي كمان يا باشمهندس حسن ان المزارع يزرع من الاصناف المعتمدة الموجودة في الجمعيات الزراعية. وعشان كده حضرتك يعني ما يزرعش من محصول العامل. عشان كده حضرتك توصلنا عشان يحصل على اعلى انتاجية. ده مهم قوي. عشان كده حضرتك توصلنا مع قسم بحوث القمح، خدنا سياسة صنفية للاصناف المصرح زراعتها بمحافظة الايوبية. تواصلنا مع الإدارة المركزية للإنتاج التقاوي لتوفير التقاوي، تواصلنا مع الشركات اللي بتنتج التقاوي، عشان لو الإدارة المركزية مش هتقدر تغطي ودي مش هتقدر تغطي الكميات التقاوي المطلوبة، بنقدر نجيب القمح من الشركات المنتجة للتقاوي واللي تحت إشراف الإدارة المركزية للإنتاج التقاوي. بوفر للمزارع الأيوبي التقاوي القمح في الجمعيات، في الإدارات الزراعية، في إدارة الإرشاد داخل الإدارات الزراعية، في المنافذ المصرح بها من إدارة مركزية لفحص واعتماد التقاوي. تمام. دكتورة أمل، ما فيش شك إن مديرية الطب البيطري ليها دور مهم جدا في الرقابة. تمام. زي ما أنا قلت في البداية، وقلت إن الطبيب البيطري هو خط الدفاع الأول للحفاظ على صحة المواطن المصري. حقيقي. لدوره الرقابي المهم سواء كان على المجازر، على محلات الجزارة، على المصنعات. تمام. على المحلات بصفة عامة، سوبر ماركت، يعني دوركم بقى في الموضوع ده بتعملوا ايه؟ وهل لو حضرتك تتذكري اخر الضبطيات اللي تمت؟ تمام سيادتك. هو طبعا في رقابة مع جهات معنية مسؤولة معنا، مع مباحث التموين والتموين، الصحة، الوحدات المحلية. في حملات مستمرة، بس يعني عنصر الطب البيطري اعتقد ده اهم أساسي. عنصر ده اساسي. والصحة مهمة جدا برضه. والصحة. تمام. مهمة جدا معنا. طبعا التموين اهميته في ان هو اللي بيخلص المحضر اصلا، يبقى اساس الورقي كله. يخصه هو، وطبعا حاجات تخصه هو كشغله في قلب المكان بيقوم بيها. انما طبعا احنا مع الجهات المعنية دي عملنا حوالي
من اول السنه لحد النهارده 90 حمله. ال 90 حمله دول عجبنا فيهم 130 محضر، عملنا فيهم 130 قضيه. والحملات لحد النهارده في حمله برضو بره في منطقه شبرا الخيمه شحي شرق يعني، وكان امبارح في منطقه العبور. فاحنا على طول بتبقى في حملات مع الوزاره نفسها، مع مباحث تموين الوزاره، مع الهيئه بتنزل لنا بحملات الهيئه العامه للخدمات البيطريه. دي كلها حملات مستمره للتاكد من سلامه المعروض والمخزون واللحوم اللي هي معروضه، سواء اللي هي مذبوحه في المجازر، سواء من التاكد انها مذبوحه داخل المجازر المرخصه، والتاكد من سلامه الحفاظ عليها، لان هي ممكن سوء الحفاظ عليها برضو يخليها غير صالحه للاستهلاك الادمي. وعلى منتجات اللحوم طبعا في حاجة مهمة جدا، والحمد لله دي تمت في محافظة الأبرياء، تم رافع كفاءة 11 مجزر في 18-19 منهم 8 نقطة ذبيح، ومنهم 3 مجازر كبيرة تحولت تطوير. يعني ده مش رافع كفاءة بس، رافع كفاءة وتطوير لنص آلي. دي كانت مهمة جدا السنة اللي فاتت. في الوحدات البيطرية برضو كان رافع كفاءة 5 وحدات بيطرية، والسنة دي إن شاء الله في رافع الكفاءة عندي مجزرين كبار، مجزر شبرا ومجزر الخنكة، وثلاث نقاط ذبيح برضو. بكده ان شاء الله تبقى كل المجازر اصبحت على مستوى عالي جدا من نسبة الهيجين فيها، يعني للتأكد برضو من سلامة اللحوم اللي هتنذبح داخل المجازر. ده مهم جدا. ودي احنا برضو بنشكر كل الجهات اللي بتساعدنا في الامور دي. في عندنا برضو الحملات دي اما بتتم كمان على مصانع انتاج اللحوم، ودي موجوده عندي في منطقه العبور، وبيتم فيها ضبطيات، وبيتم مصادره اي حاجه طبعا غير صالحه للاستهلاك الادمي. ساعات بيشتبه الامر على اللجنه، فبتسحب عينات وتبعتها مركز بحوث صحه الحيوان للتاكد من سلامه اللحوم. في النهايه بيكون للتاكد من سلامه اللحوم المعروضه اللي يتم استهلاكها بالاستهلاك الادمي. يعني في النهايه ده طبعا بينعكس على صحة المواطن، عشان في أمراض مشتركة كتير بين الحالات الحيوانية والبشرية. طيب معانا إبراهيم من القليوبية. ألو. أيوة يا دكتور حامد، تفضل. سعادتك يا ريس، الرز يا ريس مش عارفين نعمله فيه يا ريس. إيه ده خير؟ حللنا يا ريس مشكلة الرز يا ريس. التاجر خرب بيت الفلاح يا ريس. التاجر يا ريس مش عارفين الرز. هو أنتوا يا أخ إبراهيم مصرين في القليوبية أنكم تزرعوا رز ولا إيه؟ مش فاهم. هنعمله يا ريس، بس احنا دلوقتي الرز زرعناه ومش عارفين نصرفوه يا ريس. الرز اللي انتوا زرعتوه بالمخالفه. تمام. يعني انتوا زرعتوا الارز بالمخالفه ومش عارفين تصرفوه. طيب يا ريس دلوقتي يا دكتور، بالنسبه للحكومه هتاخد الرز السنه دي ولا مش هتاخده؟ احنا عاوزين نعرفه من سيادتك حاجه، بس نستنوا الحكومه المضارب الحكومه. هو احنا يا اخ ابراهيم يعني نعمل مشكله ونصدر الحكومه؟ يعني نعمل مشكلة نزود المساحات المنزرعة بالرز، الإنتاج يبقى كتير، السعر يبقى يقل، وبعدين نصدر الحكومة؟ ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش. أنا ليه أزرع 7000 فدان مخالفة بالأرز في القليوبية؟ أنا عاوز أعرف كانت فين الأجهزة المعنية؟ كانت فين وزارة هي القصة إن أنا بحصل غرامة؟ لا، مش القصة، مش غرامة. أنا مش عاوز الفلاح يخالف لأن عندي مشكلة في المية. يا دكتور الفلاح راح في ده يا دكتور، الفلاح مش عارف يبيع القطن يا دكتور ولا يا فندم. يعني احنا دلوقتي في القطن ولا في الارز؟ معلش، احنا في كل حاجه يا دكتور الفلاح. طيب. من هي يا دكتور؟ احنا معلش، احنا خلينا دلوقتي في موضوع الرز. المساحات اللي منزرعه بالارز زادت بالمخالفه، وضع طبيعي عرض وطلب، الكميات بقت كتيره، السعر قل، والتاجر يتحكم فيك. فده احنا يا ريت نلتزم باللوائح والقوانين، علشان ده في النهايه لمصلحتك كمزارع ولمصلحه البلد. بشكرك يا اخ ابراهيم. احنا مش عاوزين يا جماعه نعمل المشكله وبعدين يعني ندور على حلها، ما احنا اللي عملنا المشكله. انا بصراحه انا صعقت دلوقتي اما الباشمهندس حسن بيقول لي 7000 فدان ارز مخالفه في القليوبيه. ازاي؟ طب هو ده منطق؟ يعني موضوع مش غير مقبول. على رأي الأستاذ إبراهيم يعني المخرج بيقول لي دول اللي تم حصرهم، يعني أكيد في مساحات. لا، دول المساحات المزرعة فعليا يا فندم في حصر كامل، وعملنا جشن أكتر مرة. هي المخالفة قد إيه يا باشمهندس حسن؟ من 4000 ل 5000 قيمة استهلاك مية للفدان واللي بتحصله وزارة الموارد المائية، ري الموارد المائية. يعني أتمنى إن الموضوع ده ما يتكررش تاني. يعني هو المزارع يعني على فكره ما هو في مصلحه المستهلك، لان سعر الرز هينزل. المزارع قال لنا يا فندم مصلحتي انا كمستهلك أحد بس انا عاوز مصلحه الفلاح كمان. احد المزارعين في احد الندوات قال هزرع الرز
وهدفع المخالفة. وهدفع المخالفة، بجيب المخالفة من قيمة القش. الآية طن القش بعته السنة اللي فاتت مكبوز ب 2000 جنيه. وقال كلمة مش ما ينفعش تقال على الهواء، قال هدفع لكم المخالفة من ثمن القش اللي الفدان بيجيب 2 طن قش. هدفع لكم المخالفة، هبيع القش وهدفع لكم المخالفة. فأنا هزرع هزرع. تم تنفيذ حملات إزالة اشتراك مع الري والأجهزة المعنية والشرطة والوحدات المحلية، والمزارع عاد زراعة مرة تانية وجاب اشترى شتلات جاهزة من محافظات المجاورة وزرع. وقال لنا انت ليك عندي ايه يا حكومة؟ ليك قيمة المخالفة، هدفع لك قيمة المخالفة. يبدو ان المخالفة المادية اصبحت غير مجدية. العقاب المادي للأسف الشديد اصبح غير مجدي. طب بعدين يعني ما ينفعش، يعني محتاجين نغير القانون ولا يعني ما ينفعش؟ يعني نقول ايه العقوبة بقى؟ يعني ما هو اما المخالفة تزيد رقمها يزيد قوي، بحيث ان الفلاح يعرف انه خلاص لو زرع رز هيدفع مخالفة هيخسر، ها؟ يا اما يبقى في عقوبة اخرى. يعني احنا بنتكلم يا جماعة على مستقبل البلد الزراعي، بنتكلم على مقنن مائي محدد وغير قابل للزيادة. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة، مقنن مائي محدد وغير قابل للزيادة. عدد السكان بيزيد كل سنة 2.5 مليون نسمة، بنزود المساحات المنزرعة من المحاصيل المختلفة، عندنا استصلاح أراضي، محتاجين لازم نعمل ده. فما ينفعش، ما ينفعش، مش عاوزين المواطن المصري يدور على مصلحته الخاصة الشخصية على حساب مصلحة الوطن. ده غير، مش عاوز حد يزعل مني، والله أنا بتكلم بما يرضي الله وبتكلم من أجل الصالح العام. ما هو يعني أدينا بنتصل دلوقتي والاخ ابراهيم وزعلان ان التاجر بيتحكم فيه والسعر نزل، ما احنا اللي عملنا كده، مساحات زادت، كميات زادت، السعر ينزل، وضع طبيعي، عنده طلب، وضع زي اي سلعه حضرتك بالظبط. يعني اتمنى ان شاء الله يعني يبقى في يعني تعاون مع وزاره الموارد المائيه والري ونشوف حل المشكله دي. يعني ما ينفعش هذا الكلام. طيب زي ما اتكلمنا على الرقابه على اللحوم والمصنعات، الرقابه بقى على المبيدات، ايه الاخبار؟ ان المبيدات دي صداع الحقيقه خطير جدا. اداره الرقابه على المبيدات، احنا دربنا 16 الاسبوع اللي فات كان يوم الخميس اخر يعني دوره رقم 16 لتدريب شباب الزراعيين وشباب الخريجين على تطبيق المبيدات. عندي اداره الرقابه على المبيدات اداره من ادارات الناشطه جدا، بتمر على كل في مخصص لها عربيه اسبوعيا، بتمر على محلات المبيدات تتاكد المبيدات الموجوده من المصادر الموثوق منها، المبيدات والمخصبات، مش المبيدات بس، المبيدات والمخصبات والاسمده. في رقابه واضحه ورقابه صارمه على الرقابه على المبيدات. وكان في اخر شهر 8 تم ضبط مصنع انتاج مبيدات غير مرخص مش مرخص في كفر شكر مع المسطحات المائيه. وكان في حمله لمده اسبوع للرقابه على المراكز، مرور على المراكز وضبط المحلات المخالفه اللي بتبيع مبيدات ومخصبات مخالفه. واخر ضبطيه كانت في مركز كفر شكر، ضبطنا مصنع كامل لانتاج المبيدات الغير مرخص بانتاجها في احد قرى مركز كفر شكر. ده مهم قوي، لانه احنا طبعا المبيدات المغشوشه والمهربه طبعا عند استخدامها بتعمل اثر سيء جدا على المحصول وعلى صحه المواطن. لازم ناخد بالنا من ده. واحنا عندنا المحلات المصرح لها بالاتجار في المبيدات المفروض الفلاح يكون عارفها علشان يجيب منها المبيد. بالظبط. واحنا قلنا قبل كده يا باشمهندس حسن انه يا ريت مديريه الزراعه تتبنى هذا الموضوع وتعلق على كل جمعيه زراعيه اسماء المحلات المرخص لها بالاتجار في المبيدات، بحيث انا كفلاح اما اروح الجمعيه لاي سبب من الاسباب اكون عارف المحل الفلاني اللي هو صاحبه فلان الفلاني هو ده المرخص له بالاتجار في المبيدات، عشان ما اشتريش المبيد من اي مصدر. اي مصدر ده مهم، لان انا عاوز الفلاح يكون شريك في عمليه الرقابه. وانا قلت قبل كده وما زلت بقول ان الرقابه بنسبه 100% في اي حاجه صعبه جدا ومش موجوده في اي دوله في العالم، لكن احنا بنحاول بقدر الامكان يكون في رقابه كبيره جدا، ودي ما تحصلش غير لما الفلاح او المواطن يكون شريك معايا في عمليه الرقابه، بحيث يبلغ عن تاجر بيبيع مبيدات غير مصرح لها، تاجر فاتح محل وهو مش مرخص. ده مهم. انت كمان دورك كفلاح انك انت تشتري المبيد من المحل المرخص له بالاتجار، ده بيعتبر
دور رقابي بالضبط، امان للمزارع بالظبط. والمزارع لما يروح المحلات المبيدات المرخص اللي بيبيع مبيدات ومخصبات بيبقى امان للمزارع قبل امان للتاجر بالظبط، ويبقى ضامن ان خد مبيد مش هيأثر على صحته، مش هيأثر على الاثر المتبقي في التربه. لأول حاجة المزارع هو بياكل من إنتاجه أول واحد. دربته كام شاب في مطبق المبيدات حتى الآن في الأهلي وبيراميدز؟ 800 شاب على مستوى المحافظة. أيوة 16 دورة، كل دورة 50 وما زالت الدورات شغالة. ده في 2019 بس يا فندم، وما زالت الدورات موجودة بالتعاون مع لجنة المبيدات، وبنسلم في نهاية الدورة شهادة انه اجتاز الدورة بنجاح وعاملة رواج جامد، وفي اقبال شديد جدا على من الشباب على التدريب. بس المهم تفعيله بقى. انا بعد ما ادرب الشباب باشمهندس حسن بعد اذنك اتابعهم اشتغلوا ولا ما اشتغلوش، بدأوا فعلا يعني الدورة اللي خدها دي استفاد بيها ولا لا. بالمناسبة فندم اخر دورة احد الشركات المبيدات عينت 10 من ال احد بدون زعل ذكر اسماء، احد اخر دوره احد الشركات عينت 10 من الدفعه، خدت 10 من الناس اللي تدربهم وكانت حاضره التدريب، وعينت 10 من الشباب خدتهم وشغلتهم عنده. فده بنتواصل مع شركات المخصبات والمبيدات عشان تحضر معانا الندوات دي وتاخد المتميزين من الشباب اللي تدربهم وتعينهم. وشركات المبيدات برضه بتتعاون معانا بتتعاون مع لجنه مبيدات الافات الزراعيه، وطبعا لازم احيي اللجنه، لجنه مبيدات الافات الزراعيه برئاسه الاستاذ الدكتور محمد عبد المجيد. الحقيقه هي صاحبه هذا العمل الرائع المهم جدا اللي هيخلصني من عشوائيه استخدام المبيدات على مستوى الجمهوريه، وبنامل ان يبقى في 50,000 شاب على مستوى الجمهوريه. ده لو وصلنا للرقم ده هيبقى يعتبر انجاز كبير جدا الحقيقه، وهنتخلص من كيفية أو الاستخدام العشوائي للمبيدات، وده مهم. أبقى عارف برش إيه وإمتى وإزاي والتركيز والجرعة وكل الكلام ده علشان أقي نفسي، أقي محصولي، أقي البيئة من أي متبقيات للمبيدات، وبالتالي ليها تأثير مباشر على صحة المواطن. ده مش الشباب بس حضرتك، لجنة المبيدات برئاسة الأستاذ دكتور محمد عبد المجيد دشنت عندنا حملة من مشروع من المزرعه للتصدير لمزارعي الفراوله، وتم تدريب وانا حضرت سيادتك حضرت يا فندم تدريب، وعملنا مؤتمر في مديريه الزراعه الاليوبيه لصغار مزارعين الفراوله. لا شغل شغل مهم جدا، واتنقلنا حضرتك عملنا 3 دورات في اماكن تركيز الفراوله في الاليوبيه، ودربنا صغار مزارعين على ازاي يكود مشروع، ازاي يستعمل استعمال جيد للمبيدات. تمام. طيب ما يعني معانا اخر اتصال تقريبا، معانا حمدي. الو. السلام عليكم يا دكتور حاج. عليكم السلام. تحياتي لسعادتك يا فندم والضيوف اللي مع حضرتك. واحنا بنحيي حضرتك، اتفضل. يا اخ حمدي. يا اخ حمدي اتفضل. طب يا يبدو دكتور حامد. اتفضل. الله يكرمك، احنا عندنا الارض فيها نسبه رتوبه وفيها المياه قريبه جدا. انت فين الاول، من الاليوبيه؟ من الاليوبيه ساعتها. من اي مكان؟ انا من شبين القناطر. شبين القناطر. ها. لا انا من الاليوبيه اصلا، بس الارض في الكل الكبير في الاسماعيليه. لا نعم. انت ارضك في الاسماعيليه ولا في الاليوبيه؟ لا في الاسماعيليه الارض. في الاسماعيليه ايه المشكله؟ المشكله دي ان هي فيها نسبه رطوبه والمياه قريبه جدا، ما بينفعش في الصيف الا الرز، ايه البديل للرز؟ ساعتك. في الصيفي. بنجر. طيب ماشي لان المياه قريبه جدا يا دكتور حامد منها والله، يعني منطقه كبيره. حاضر. هنرد عليك. بشكرك اخ حمدي. ايه البديل للرز؟ البنجر. وبيجيد في الاراضي سيئه الصرف. البنجر بديل جيد جدا للرز في الصيفي، وبيحسب رخص التربه، ولو في حتى الارض، حتى الاراضي اللي فيها نسبه منوع والقطن يا فندم، ذره يعني لو في نسبه مياه مستوى الماء الارض مرتفع، عندي بنجر، عندي ذره، عندي قطن، فعند 3 محاصيل اخويا الفلاح واخواتي الفلاحين يختاروا من الثلاثه اللي يقدر يناسبه. انا بشكره عموما انه بيسال على البديل، يعني هو برضو مش عاوز يخالف وبيسال على البديل. صح. دكتوره امل، الوقت تقريبا انتهى، التعاون بقى بين حضرتك وبين الباشمهندس حسن ازاي؟
ده تعاون مستمر في حملات التحصين، بيكونوا متعاونين معانا في الحملات الارشاديه. تعاون مستمر برضو في المتابعه بتاعه المزارع، مزارع الدواجن. اصلا الحصر والتعداد بتاع الثروه الحيوانيه او تعداد المزارع بناخده اصلا من الزراعه، وبيتم تعاون بينا في معاينه المزارع، في ترخيص المزارع، تسويق تشغيل مؤقت او ترخيص دائم. مشروع البتلو اخباره ايه؟ مشروع البتلو كويس جدا بالنسبه لمحافظه القليوبيه. يعني احنا لحد الان يعتبر مقدمين خدمات ل 360 مربي بقيمه 45.5 مليون، وال 45.5 مليون ده بيتعاد تدويره، يعني لما بيرجع تاني للبنك يبدا يقدم بيه خدمات تانيه لمزارعين جدد يعني. فدي خدمات كويسه. وفي خدمات بالنسبه للندوات الارشاديه، هل في تعاون كامل؟ طبعا. يعني انا لو حضرتك عامل ندوه ارشاديه ممكن دكتور عمل تستغلها، يبقى في طبيب بيطري موجود اديله على سبيل المثال بكره يا فندم. في ندوه في مركز الشباب شبيل القناطر عن ترشيد استخدام الميه، الري حضرها، الزراعه حضرها، الطب البيطري حضرها. ففي تعاون كامل بين الزراعه والزراعه والطب البيطري والري. وفي تعاون بيننا كمان وبين الجامعه، بين معهد بحوث صحه الحيوان في عمل قوافل بيطريه. يعني احنا عاملين 32 قافله بيطريه بتعاون مع الجامعه ومع معهد بحوث صحه الحيوان مع تناسليات الهرم. الحقيقه يعني مجهودكم مقدر جدا، وطبعا يعني واضح الحمد لله القليوبيه ما فيهاش مشاكل لا زراعيه ولا ايضا في الثروه الحيوانيه ولا بيطريه، فده شيء جيد. فانا بوجه لكم التحيه والتقدير، بشكركم على التعاون الحقيقه اللي بينكم. في نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، لا يسعني الا ان نتقدم بجزيل الشكر للسيد المهندس حسن زايد وكيل وزاره الزراعه القليوبيه. بشكرك جدا يا باشمهندس حسن. والشكر ايضا الجزيل للدكتوره امل العسيلي مدير مديريه الطب البيطري بالقليوبيه. بشكر حضرتك جدا دكتوره أمل. الشكر أيضا لكم أعزائي المشاهدين على كرم المتابعة، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره، اللهم أمين. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، لكم مني أطيب المنى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.